وكلام سيادتك طبعا يعني للاسف بيحصل وبنسبه عاليه جدا ان الطبيب بيحاول يعالج المريض، اذا ما نجحش بيغير العلاج. هو زياده الوعي وانتشار العلاج بالاكسجين على مستوى العالم والاعتراف به دوليا اصبح النهارده في مكانه غير الاول، بمعنى ان النهارده في حالات كتير بتتحول لنا من مراكز الاستقبال في المستشفيات وبنعالجها وبفضل الله بتتحسن تماما وبتشفى تماما. فزياده الوعي مع تجربه الاطباء انفسهم، يعني الطبيب اللي بيبعت الحاله وبيشوف قد ايه اتحسنت في وقت وجيز جدا ما يتابع معاها، بعد كده بيبعت الحالات بيبقى عارف خلاص، وزياده الوعي بتزداد فعلا يعني. لكن علينا احنا دور ان احنا نوعي الناس ونقول لهم قد ايه فوائد الاكسجين. طيب دكتور، حضرتك ذكرت ان العلاج بالاكسجين ملوش اي اعراض تماما. لا يكاد يكون ملوش اعراض، يعني دخول المريض داخل غرفه العلاج بالاكسجين بيتعرض لحاجات نتيجه الضغط الزائد داخل الغرفه وليس الاكسجين نفسه. تمام. الاكسجين نفسه ما بيسببش اي مشاكل، والبروتوكولات العلاجيه اللي احنا بننفذها بتمنع اي مضاعفات للاكسجين. هو اي دواء في الدنيا حتى الميه اللي احنا بنشربها بتعمل لو زادت عن حدها بتعمل تسمم، يعني في تسمم بالماء، في تسمم بالاكسجين، بس ده في حالات لما تكون الجرعات مبالغ فيها وزياده. طبعا كل البروتوكولات العلاجيه بتبقى في الامان، ما بيحصلش هذا الكلام نتيجه ان انت بتاخد الجرعه. وطبعا بيبقى في طبيب مختص واقف وفي متابعين للحاله وبيعرفوا المقدار اللي هم عايزينه ايه وفتره العلاج. جميع الحالات المرضيه داخل الغرفه بيبقى تمريض، حد من هيئه التمريض وطبيب موجود اثناء الجلسه بالكامل، لا يغادر المكان في وجوده، بتتم الجلسه وتحت اشرافه. تمام. ما بيبقاش كده من غير طيب. حاجه.